كانش درس ده. ايه ده؟ درانسي؟ تعالي يا رانس، تعالي حبيبتي، تعالي. ايه ده؟ هي وقفت ليه؟ خير؟ هي بتبص على ايه؟ مين؟ انت رايحة فين؟ يا رانسي راحت فين دي؟ طب هنزل اشوفها. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ ايه يا رانسي ده؟ انت ايه اللي وداكي المكان ده؟ دخلتي ليه جوه في وسط العربيات؟ هو بصراحة يا بابا انا سمعت حد قال رانسي كده. يا سلام، حد قال رانسي؟ بقى حد نادى عليكي؟ اكيد انا طبعا. بصراحة يا بابا ده كان حد بيوشوشني من وداني، فرحت دخلت لقيت الكتاب ده. كتاب قراءة؟ أنا وأنا مش بعرف أقرأ، أنا بعرف أقرأ، لأن من صغري أنا بتاعت قراية أصلا. كتاب قراءة؟ انتي فاشلة يا رمزي. ايه ده؟ ايه الورقة دي؟ تقرأي الاسم خلف الورق. انا احلى حاجة عندي بقى يوم الخميس. طبعا اكيد، ما هو ويك اند بقى والناس ايه، هايصة ولا مدارس ولا اشغال ولا حاجة خالص. اه طبعا، هو احسن حاجة ان احنا بعد الشغل ده كله طول الاسبوع ان احنا بنتجمع ونقعدوا مع بعض، على الاقل نريح دماغنا شوية من الشغل بتاع الاسبوع كله. اه طبعا، اللمة دايما بتبقى حلوة جدا، وهو برضو بنريح ونغير من جو الشغل والضغط اللي كل طول الاسبوع ده. وانتوا بقى بتوشوشوا بعض بتقولوا ايه؟ قولولنا رأيكوا بقى، انتوا زينا ولا مش معانا ولا انتوا في دنيا تانية؟ عمالين يتوشوشوا اصلا، احنا مش عارفين هما بيقولوا ايه، بتقولوا ايه؟ لا البنت مشوش بس القعده ممله شويه. طب نعمل لكم ايه يعني عشان القعده ما تبقاش ممله كده؟ طب ايه رايكم تاكلوا حاجه؟ مش عايزين ناكل، احنا عايزين نلعب. طيب يا حبايبي، طالما انتوا قاعدين زهقانين روحوا العبوا، في ملاهي هنا قريبه اهي، روحوا يلا العبوا، ما تقعدوش وانتوا زهقانين كده. يلا بينا يا رودينا، انا جبت معايا لعب حلو قوي هتعجبك، يلا بينا.
بتاعت المدرسة كانت حلوة قوي صح؟ ايه يا رنتي عملتي ايه في المدرسة النهاردة؟ بص بقى، النهاردة كان اليوم حلو جدا جدا جدا، والنهاردة كان عندنا بي اي كده، ويعني كان يوم حلو. فايه كمان كان عندنا حصة غنى وارض، وكمان النسبة بتاعت العربي دايما بتعملنا وحش واسوأ معاملة، لازم تقولنا ما تضحكونا معاكم لما نيجي نضحك. سيبك من الكلام ده يا رنسي، قولي بقى هنلعب النهاردة. ايوه فعلا، سيبك من الحوار ده بقى، انا جبت النهاردة عروسة اما اي كيوت اخد كيادة. ايه دي شنطتي؟ شفتي شفتي جميلة ازاي؟ ايه رنسي ده؟ انا عارفه دي شكلها تخوف قوي. شكلها بتخوف ايه؟ دي حتى شكلها كيوت خالص، مفيش اصلا حاجه فيها تخوف. وبص كمان رجلها فيها ورد وكل حاجه فيها ورد، حلوه اهي. مالك خايفه منها ليه؟ طبعا سميها ايه يا رنسي؟ بصي هو انا لسه ما استقرتش على اسم، بس بصي لما استقر هبقول. طب جبتي حاجه تانيه نلعب بيها غير العروسه؟ هو بصي يا دينا، دلوقتي انا هفتح معاكي الشنطه واشوف فيها ايه تاني. ايه ده يا رنس؟ ايه الكتاب ده؟ بصي يا دينا، احكي لي قصه الكتاب ده. انا الكتاب ده كل ما اروح في حته يمشي ورايا ورايا، يعني لو مثلا رحت نمت اصحى الصبح هلاقي الكتاب ده جنبي. هقول لك قصته. انا كنت راجعه من الدرس ورايحه لبابا، فلقيت حد يوشوشني بيقول رنس. فانا رحت لقيت بقى، قعدت اقول مين مين مين، فلقيت الكتاب ده. لغاية بقى ما جبته ما فتحتوش خالص، ولا حتى ببقى مشغولة واصلا مش بفتحه، حتى لما ببقى فاضية اصلا مش بفتحه. ماشي وراكي وراكي، طب ما تيجي نفتحه نشوف ايه اللي جواه. ماشي يلا خلينا نشوف في ايه. ايه ورقة دي يا رنس؟ مش عارفة. طب ما تطلعيها لنا ونشوف اللي فيها. لا تقرأ الاسم خلف الورقة. طب وايه الهبل والعبط ده؟ ما تقلبي الورقة وتشوفي ايه اللي فيها. داري رودي، رودي انت رحتي فين؟ مش عارفه يا رنس. ايه دوري ده؟ طب بقولك يا رنس، حطي الورقه مكانها والكتاب مكانه، وانت ممكن تكوني اخدتي الكتاب ده بتاع حد. عندك حق يا رودي. ايه ده يا رنسي، مالك في ايه؟
رودي العروسة. مالها العروسة؟ العروسة كانت جنبي يا رودين، مش لاقيها. العروسة راحت فين يعني؟ هتكون مشيت؟ كانت هنا، شوفي كده جنبك كده ولا كده؟ مثلا حطيتها في الشنطة بالغلط؟ هي راحت فين؟ نانسي، هي العروسة اللي هناك دي؟ دي كانت جنبي هنا. ايه ده؟ دي العروسة بتاعتي فعلا، ايه اللي جابها هنا؟ ايوه صح يا رنس، ايه اللي ودى العروسة هناك كده؟ مش عارفة يا لودي والله، ايه اللي جابها هناك؟ عارفة يا رنسي، لقيت اسم حلو قوي للعروسة. اسم ايه يا روتي؟ نسميه داري. مش داري ده اللي كان اسمه اللي في الورقة؟ ماشي يا روتي. طب يلا بينا بقى يا رنسي، عشان زمان اتأخرنا وهم قاعدين بيدوروا عليه.